السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم موقع هدية، موقع يفيدنا في كل حاجة، موقع فيه أسئلة كتيرة وفيه إجاباتها، وفيه يعني مفيد لكل الناس، ومفيد لكل الناس اللي عندنا دلوقتي أنا بالنسبة للأساسي، بالنسبة للطلبة بتاعتنا كلها. الموقع بتاعنا لو أنا بعت لكم اللينك عليه، باللينك بعت لكم اللينك على الواتس. لو جيت ضغطت على اللينك اللي عندي على الواتس هيفتح لنا إيه صفحة زي ديت. لو جيت بصيت على الصفحة ديت وجيت بصيت على الشمال اللي عندي هتلاقي عندك العناوين. بالنسبة للعناوين حاجة زي دي، ده حاجة العنوان اللي ضغط عليه اهوت هيفتح لي الصفحة بتاعته، ماشي. ده العناوين اللي زي ديت بالشكل ده هتلاقي مفتوح تحتها حاجات تضغط عليها تتقفل. دلوقتي انا عايز مثلا عايز اقول طيب الفانكشن، البرنتبل فانكشن، ماشي. لو نزلنا تحت شوية هتلاقي عندي حاجة زي الكونتينيوتي، لو تخط عليها هتديك مجموعة صفحات تضغط على كل صفحة فيها واشوف هي ايه. بالنسبه مثلا الدريفتيف ابلكيشن اضغط عليها واشوف فيها ايه. بالنسبه للانتجرال اضغط عليها واشوف فيها ايه. بالنسبه لمثلا لا بالنسبه لمين الديفرنشال ايكويشن لا ما خدناهاش، ماشي. لو جينا عندنا سلامة تانية عندي بالنسبة لي في صفحة تانية، ما اللينك بتاعها ما بعتلكوا برضو دي، هتلاقي بص هتضغط على بص عندي اللهم صل سيدنا محمد، هتلاقي عندي حاجة اسمها سنيكرز. انزل تحت شويه كمان تلاقي حاجه اسمها ليميتس اند ديريفتيفز، تضغط عليها تفتح لك الصفحات دي كلها، تضغط على كل صفحه اشوف فيها ايه، تمام. بالنسبه للطلبه بتاعتنا بتاعت علوم علوم اللهم صل سيدنا محمد، بالنسبه لعلوم طبيعيه طبعا انتوا بتاخدوا انتجريشن، عندك الانتجرالز موجوده وشوف زي ما شفناها في اللينك اللي فات، واللينك مبعوت لكم وابعته لكم تاني. تاني سنة تحت شويه هتلاقي حاجه اسمها عندي الستيت لاينز اهوت، مفتوح افتح واضغط في كل واحده فيه. بالنسبه لمين؟ بالنسبه هتلاقي كوميك سيكشن، لو اي واحده فتغطاها عندي او اي حاجه عندي ضغطت عليها اهوت بص هتلاقي الاجابه موجوده، الاختيار موجود والخطوات بتاعتي موجوده. وكذلك بالنسبه لعلوم بيولوجيه، لو خدت تايب اوف فانكشن مثلا بقيت ضغطت على الانسر موجوده اهيت، بس ملحوظه بالنسبه لكل الناس. تاكد من خطأ، ممكن تلاقي الانسر ده الاختيار مكتوب هنا غلط بس هو كاتب خطأ تحت، فبتشوف تاكد من تحت الاجابه هو عايز يقول ايه. عايز يقول خلاص الكلمه بتاعتنا ديت 1 تو 1 عشان كذا كانت يبقى خطوط 1 تو 1 مثلا. لو حاجه ثانيه هنشوف حاجة تانية ونشوف كل اختيار مثلا حتى في طول فرصة حالي الأول، وبعد كده قال السبب وكل حاجة والخطوات. يعني هنا بيقول لي مثلا الإجابة بتاعتنا طول والسبب محددة بخطوات، ممكن الاختيار ده أتأكد منه بس، تمام. السلام عليكم والتوفيق إن شاء الله، لو في أي حاجة تحت أمرك.